جايين علشان يبقى في قمع، علشان يبقى في حكم طغمة عسكرية، علشان يبقى في مصادرة للحريات. في سياق مصادرة الحريات يأتي اقتياد محمد مرسي إلى محاكمة باطلة من ساس حرسها كما لكن هناك يقال. تهمة جنائية موجهة إليه، وهي قتل المتظاهرين في قصر الاتحادية، نعم وهذا كان متهم به حسني مبارك. كويس، لما كنا بنتهم حسني مبارك بهذا الاتهام، كان في عندي تسجيلات وفي عندي أوامر صادرة. طبعا الكلام ده أتلف إلى حد كبير في المسافة الفاصلة، بتقول إن مبارك كان مدي تعليمات بمواجهة المتظاهرين. كان عندي صحف في تلك الفترة صدرت، كانت بتقول إنه مبارك بي 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 بيتعامل مع المتظاهرين دول باعتبارهم مجرمين. يعني أنا عايز بس نرجع لاعتراف سيد الأدلة، نرجع للصحف المصرية الرسمية التي تمثل وجهة نظر رئيس الجمهورية، التي تمثل وجهة نظر الحكومة المصرية والنظام المصري القائم آنذاك وكان على رأسه مبارك. هذه الصحف بتقول ان مبارك هو اللي مدي تعليماته بالتعامل مع المتظاهرين، لان دول مجموعه من المجرمين، كانت الصحف تقول لك الاخوان يريدون حرق البلد وسنضربهم بكل قوه، ولا تساهل مع الارهابيين ولا تساهل مع المجرمين، اللي هو نفس الكلام اللي بيقوله عبد الفتاح السيسي وعدل منصور وغيره على المتظاهرين دلوقتي. اذا ما اشبه ثوار يناير بمتظاهري اليوم، وما اشبه عدل منصور ومن معه بمبارك ومن معه، ويظل محمد مرسي والحلقة. طب حد يجيب لي كده جورنان ولا بتاع محمد مرسي قال فيه انه الذين يتظاهرون عند الاتحادية مجرمون ولا بد من قمعهم. عامة هناك من يقول محمد مرسي رجع لأصله، رجع للسجن، هذا ما يقوله معارضوه، انه لما رجع كده للسجن والمحاكمات فهو